فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. سجلت قبل 3 سنين برنامجا تاريخيا يعنى بالشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والذين كانت لهم بصمة حاضرة في شتى ميادين الخير، وحرصت على ألا أورد فيه امرأة واحدة لترتيب برنامج تاريخي آخر بعنوان صانعات المجد، أحرص فيه على إيراد الشخصيات النسائية البارزة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وفي شتى فنون الخير أيضا. وهذه الأيام وأنا أعد العدة لهذا البرنامج لرمضان المقبل إن شاء الله تعالى، وإذا بنا في الكويت نفجع بوفاة امرأة فاضلة لها بصمة حاضرة لم يؤبنها أهلها، وإنما أبنها صديقاتها وتلميذاتها ومحبوها. إلهام سيد خليل الرفاعي رحمه الله تعالى من النساء اللواتي نفتخر بهن في الكويت في العمل الخيري والتطوعي والحرص على تدريس البنات وتحفيظهن القرآن. انظروا إلى وسم إلهام الرفاعي وانظروا من يؤبن هذه المرأة ويثني عليها ويذكر أيامها بخير. كانت إلهام الرفاعي رحمها الله تعالى امرأة صالحة عابدة مربية فاضلة تعلقت بالقرآن، فكانت هداياها كلها في القرآن، وقد عرفت رحمها الله تعالى بابتسامتها التي لا تغيب عن صديقاتها وأخواتها وتلميذاتها أيضا. أصدق التعازي لأسرة المربية الفاضلة إلهام الرفاعي رحمها الله تعالى ورفع مقامها في الجنة، والتعازي موصولة لكل محباتها وأخواتها وتلميذاتها أيضا.